في المسألة دي عايز يثبت ان الطرف اليسار اللي هو ده بيساوي الطرف اليمين اللي هو بيساوي واحد، يعني ده عايز يطلعه بواحد عشان يساوي ده، تمام كده؟ واحنا واخدين قانون ضعف الزاوية كوزين 2 سيتا بيساوي 1 ناقص 2 ساين تربيع. فكرة الحل بتاعت المسألة دي هو طبعا انك تحول الكوزين دي لساين، تمام، عن طريق القانون، فالساين هتروح مع الساين، تمام. طبعا الكوزين ليها قوانين تانية يعني، بس ده القانون هو حل المسألة بتاع ده. كوزين 2 سيتا، او السيتا طبعا دي اي زاوية، ممكن تبقى اكس ممكن تبقى واي، اي زاوية. هو في المسألة هنا مدالي ايه؟ مدهاني اكس، خلاص. طيب كوزين 2 سيتا بتساوي 1 ناقص 2 ساين تربيع سيتا. طيب قانون ضعف الزاوية بيقول يعني دي لو 2 الزاوية التانية تبقى ايه؟ 1. لو دي 4 يبقى دي 2، لو دي 8 يبقى التانية 4، وهكذا. ماشي، قانون ضعف الزاوية. يبقى اذا كوزين 4 ثيتا هيساوي 1 ناقص 2 ساين ايه؟ 2 سيتا. 2 سيتا، حلو كده؟ حلو. طبعا المسألة هنا الزاوية معمولة بالإكس، يبقى نحطها ايه؟ زي ما هي إكس. يبقى 2 ساين تربيع إكس زائد دي تبقى ايه بقى؟ كوزين 4 إكس اللي هي كوزين 4 ثيتا. يبقى كوزين هتبقى ساين، هنحولها للساين، هتبقى 1 ناقص 2 ساين زي ما اتبعنا القانون اهو، تربيع 2 ثيتا اللي هي إكس، عشان بس ايه؟ لازم الزوايا تبقى موحدة. هو قال لي في المسألة اكس يبقى اكس. لو ركزت شوية كده هتلاقي ان دي بالسالب اهي، تمام، ودي بالموجب، تمام. فدي هتروح مع ايه؟ مع دي. هيبقى الواحد ده، يبقى اذا واحد فعلا سوى الواحد، يعني المعادلة اللي على الشمال دي بتساوي واحد بتساوي واحد. يبقى اذا left hand side ماشي equal to right hand side، وده هو حل المسألة.